نحن قدام مطار تونس قرطاج، بوابة الحلم بالنسبة لحليمة وعبد الرحمن اللي وصلوا من القروان. صباح خير حبي، هاي الريق، ان شاء الله ربي يجيبكم في الصيف. ها فرحانين؟ فرحان ماما؟ هاي لاباس، هاي هاي توكلنا. نعم إنها الرحلة، نعم إنها الانطلاقة، إن شاء الله رحلة الشفاء، إن شاء الله ربي يفرج خير. عبد الرحمن موجود وحليمة موجودة وأم عبد الرحمن موجودة، إن شاء الله يا ربي نعطيكم لحظة برحلة. في المطار تلقينا المفاجأة الأولى، مروين الكلكم تتفكروه، قابلنا مع الفريق الطبي الإيطالي اللي زار حليمة وعبد الرحمن. اليوم مروان وبطلب من الدكتور كامل الغريبي. نحن تويك في مطار تونس قرطاج الدولي. إيه نعم. سي مروان جاي من إيطاليا بالذمة، فهمني ولا؟ باش ينطلق معنا في الرحلة من تونس. صحيح. أقل من 24 ساعة. أقل من 24 ساعة. 12 ساعة. مش تفهم خويا الجو العام. احنا تويكا نتوكلوا على الله، ناخذ الطيارة. صح. ومن بعد بالطيارة باش نلقاو الدنيا كل حاضر. كل شيء مرتب من تحت الطيارة، عندك سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف تحت الطيارة، فهمني ولا؟ ما غير ما يدخلوا لل. لا، عندك ترتيب من سي كمال، ترتيب ما شاء الله بريفيليج، من باب الطيارة لباب السبيطار. عالي العالي. جتيم بالربع عليهم. بالرغم أنه الرحلة اللي باش نغادروا عليها كانت في ساعات الفجر الأولى، إلا أنه كل من الأستاذ صادق التويتي رئيس إدارة الإعلام بتونسير، والسيد فؤاد العانس ومحمد القصداوي عن مصلحة العلاقات العامة أوسيا، وقفوا على كل كبيرة وصغيرة مش كل شيء تم على أكمل وجه. شكور السيد فاكر بوزقايا المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، عاوننا باش كل شيء يتم بسرعة. من باب المطار لباب الطيارة كل التسهيلات كانت موجودة، هذاك علاش نحب ونشكره كل من سهل وعاون وشارك ولو بكلمة في الغزرة والفرحة اللي تروا فيها اليوم. شكراً من القلب لوزارة النقل ووزارة الداخلية، شكراً تونسير، شكراً ديوان الطيران المدني والمطارات. نحن بنلبس صباط وسروالجي، هذه آخر حلمة عندي. Oh.
علاش عين واحدة عملت لها تبكي 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 هذيك هي وحليمة الفتناسي في ميلانو وأتمنى لهم الشفاء العاجل.